غالي العلوش. غالي العلوش. شنو السبب اللي يخلي العلوش غالي؟ غالي من العلف. العلوش والله رخيص بلاش. عندنا في الخريقات شفت البغيضات الا بلاش وباجه نقسم بربي الا بلاش. اعطيني لمحة على سعر العلي. اعطيني لمحة. لا تاخذش الراي والله رخيص عندنا في الخريقات والبغيضات. قديش الاسوام؟ قديش اعطيني الاسوام في بيت؟ الاسوام في بيت. الاسوام والله ب 400 وذكر ها نقول ايش ها قداش ها 400 ها مولاي شنو العلوش العلوش غالي ما غير تاخذ راهي ها الزوالي ماهوش قادر يعيط خالص ها ب 800 ها ب 600 ريتيه قدامك هذا ب 600 بنتي صغير حنين الزوالي 600 هذاك هو هذاك هو العلفة ما فماش وموجود الفلاح يعلف فماش علاش العلفه ما فماش؟ ما فماش وين العلفه؟ وين هي؟ تمشي الشعير غلوه الشفاف والشعير غلوه اش بيك الكيلو الكيلو ب 2000 تعال لا في الليل تعال نص الليل سكرنا ندور قدنا مالي ساعتين هكاك خرجت نلقى يعني القريشه اللي حاط فيها الساعي محلول ما لقيت شيء عندي الكلاب لقيتهم ميتين احكي لي الطريقه اللي معناها اللي قتلوا بها الكلاب كيف سفوار عليهم كلب يعني عاشختي عامل كشكوشه هكا ما عرفش شنيا الدوي صدمه يا اخي انا بدي طلعت وطلع بابا وشفنا هكا قداش سرقوا لك من العلوش؟ 20 20 علوش ساره كبيره او اللي عمل ربي مليح ان شاء الله نلقاها من اخر عند رب مشيت توجهت اشكيت ولا يعني ما فماش حتى نتيجه الظاهر هذه ولات متفشيه برشا معناها اليوم بالاخص البريود هذيا الاخر قرب للعيد وبعد رمضان قرب ياسر المشاكل شو المشاكل الاخرى اللي يعاني منها الفلاح اليوم برامو مشاكل العلفه نقول الغلاية مثلا نتاع قرط نتاع تبن تجي باش تشري مثلا تو كيما تو من كيما نقولوا من الثانية ب 16000 البالة يا خو هو يحطها في المخزن وبعد يبيعها لك ب 30 يعني فوا دو يعني هذا هو الاستغلاء وبعد تجي تاخو العلفة مثلا كيما نقولوا نحن باش تعش في العلوش نمرو 5 ب 120 دينار ل 100 كيلو يعني شكرتي ب 120 دينار انت كفلاح اليوم وفي سن صغير كيف ما قاعده نرى يعني تشجع الشباب الصغار باش يكونوا فلاحه في المستقبل ولا مستحيل باش نجم نشجع الفلاح باش نجم نشجع فلاحه صغار مستحيل كيفاش وهي خدمتك خدمتي انا ونعشقها وخدمتي هذيك حتى لنموت اما ما نجمش ننصح الجيل الصغير بالخدمه هذيك اذا كانت الدوله هكا وش تبقى يعني تتغرف فينا ما ننصحوش ما ننصحوش عاد يولي يشوف ثنيه اخرى ويضمن مستقبله في ثنيه اخرى يكون خير احنا اليوم في طريق انعدام وجود الفلاح في تونس اكيد اكيد ما فماش لا يعني ما فماش لا حافز لا شكون يشجعك لو زير فلاح يطلع لا فما حد شيء شنو الحاجات اللي تطالب بها انت اليوم كفلاح باش تخدم مريقة جوك به نحن مثلا كفلاح يعني زوالي على قد منح يساعدونا شويه في شوف الامور شوف الامور كما نقولوا في العلفه في التبن في القرد يعني مثلا جي انت خواص تعمل مثلا شربانتي وتعبيه تحط فيه 10000 باله تاخذهم ب 15000 وبعد تبيعهم لي ب 30000 خاطر انا ما عنديش وين نحط وبعد جيت تقول لي العلوشه هو غالي يا اخي انا ماخذ الباله ب 30000 كيفاش تقول لي انت غالي ولا تجي تعطيني علف ماهوش مدعم ب 120 اليوم الفلاحي غالي على حسابك المصاريف اللي هو صحيتك احنا هكاك يعني ما فلاح تعب تعب معاش عنا باش نقاومه شنو اللي باش نقاوم به لا علف مدع لا فما ماء لا فما حتى شيء هي شنية يعني لهالدرجة باش تزيد مثلا تقول لي انت علوش ب 500 انا نقول لك هاي هاك تفضل
انا العلوش هذاك ما وصلته عم وصل هكاك يعني وخذيت له بالك القرط ب 30,000 وخذيت له العلفه ب 120,000 يعني ما تلومش عليا كي نقول لك انا مليون ومليون و200 مثلا 3-4 ليالش تخرج بخمسة ملايين وبعد يقول لك منين جبتهم سبق وصارت لك الحكايه ما صارت ليش لي انا ما صارت للانسان نعرف وين اما يعني شنو 5 ملايين توقف عليهم عليه تو انت في رحبه تبيع وتشري نحكي لهم قال يطيحوا لك في العلف الصح قانون هذا ما يساعدش الفلاح في عاد العلف لا لا كان علوش ب 14% تجي انت ماخذ النص نتاع تصرف عليه نص وعصته والقاده نتاع باش تبيع عندك هاني نحكي لك اليوم تعاني من غلاء العلف لا لا انا بايع اما نطلب من الدوله تطيح لنا في العلف باش نطيحهم من العلوش انت فلاح يعني لا كانت تورناطه ب 17% ما نقدرش نبيع عليه العلوش شنو التورناطه قبل العلف سوبر بليز ب 17% ما نقدرش نبيع عليه العلوش شنو اللي نبيع ب 14% نحي العصا نتاعي ونحي كل شيء وقرتي وكل شيء باش نولي شنو اللي نبيع شنو ثقل عليه هو كيفاش نثقل كيفاش نثقل شكاكا ما عنديش باش نثقلني كان الدوله تطيح من العلفه تو احنا نولوا نطيحوا في اسم العلوش وقت اذا كان يتلفتوا هم وزير الفلاحه يتلفت يعني الفلاحه هذوما الصغار ويعمل لهم دعم مثلا في العلفه الدعم نتاع الشعير تو برشا فلاحه صغار كيف اكيد برشا شنو تطلب انت من وزير الفلاحه وجه له نداء انا نوجه له نداء وانا يتلفت لنا حتى قول له على الدعم نتاع الشعير اللي كانت 600,000 تو في النوار ولا 11,000 قول لي انت هاي كلم اللي كانت ب 600,000 تو في النوار تخدم ب 11,000 انا حصدت شعير مثلا كيما نقول البارح حصدت شعير جاو خذوه من عندي ب 90,000 اللي هو تو مسعر وال مازال ما حلش يعني باش نهزوا له الشعير يجي يا اخوه من عندك خواص 90 دينار وبعد هو يبيعه ب 120 فهمت وبعد كي تخرج بيه مثلا حتى بكرهبه ولا حاجه تتخطى عليه ممنوع الشعير ممنوع قديش الخطيه هي اذا كان خطيه هذه تسمى به معاك على الاخر اذا كان ما عدوكش ديريكت المشكل في القوانين مش في العون يطبق في القوانين مش نطالب على الاقل فما لفته يلتفتوا شويه للفلاحه الصغار وينجموا يدعموهم شويه يعطوهم مثلا شويه دعم شويه دعم في العلفه واضح